في محاضرتنا اليوم، محاضرتنا اليوم بعنوان Mutual Information. هنبدي أول شيء بالعنوان، هنشوف العنوان مالتنا الآني والجديد. اليوم محاضرتنا اسمها Mutual Information. Mutual Information، قبل ما نبدي بكل شيء نعرف خاص بي أفو Mutual Information. Mutual Information هو العلاقة بين Groups of Group of Variable مع Group آخر. هاي العلاقه مثل عندنا بالحياه بالاتصالات موضوع الشنل، هتشوفوا حتى احنا من الشنل نرجع لهذا الموضوع. طبعا اعيد اقول موضوع رياضي بس كتطبيق الشنل مال الاتصالات. خلوا بالكم شباب، حتى الكمبيوتر من صعدوا بالسبيد، الكمبيوتر هاي سبيد بالجيجا، الجيجا السبيد مالته مستصل ترى بين ريجستر وريجستر، بنقول له هو من ثاني ريجستر ثاني ريجستر يعتبر الوايرلس صغير اللي هو عباره عن المين طبعا ليش؟ ان شاء الله بيوصلون بالاتصالات على اي اساس صارت تاخذون ان شاء الله الوايرلس كوميونيكيشن او بالجي اس ال. اليوم المحاضره مالتنا ميتشوال انفورميشن، فكره الميتشوال انفورميشن انه وي هاف تو جروبس، وي هاف تو جروبس، هي الفكره هناك دي. جروب اكس 1 اكس 2 الى اكس ان. انتبهوا شباب النمبر او فاريبل ان عندي ان فاريبل تايز بالمستمر بالمستمر شباب ايضا we have groups اسمه y y1 y2 الى y of m. اذا مو شرط تكون عدد الفاريبلز بالتو جروبس مساوي، وهي ايضا تكون قاعده ثابته. قلت لكم الفكره الرئيسيه ان كانما عندنا شنل. اليوم نريد نعرف ما هو العلاقه بجد عندي هذا الشنل، شنو تاثيره، شنو بي نويز، ايش قد يصير عندي لوس. اذا نحن ندرس كلمتين وهي كلمه النويز وكلمه اللوس. النويز هو الضوضاء اللي منها الشنل حندرسها، وان شاء الله تعالى حندرس ايش قصر عندي خسائر بالانفورميشن اللي انتقالها منا الى هنا. ما اقصد خسائر يعني اللوس مو بس كذا واحد، لا المتغير الذي ترسله وين يروح وشلون يتغير انت. يعني اذا نزلت تغير اكس 1 احكم بالمستقبل هو واي 1 وهناك وصل لي واي 2 خسائر، هو ما راح ما راح المعلومه، لان هذا خسائر بالانفورميشن مالتنا. حبيبي اليوم شباب ونبدي بالشغل مالتنا، ارجو انه تركزوا معي. اليوم حنمثل لكم الشغل كله بمحاضره او بمثال موجود لكم صفحه رقم 10. هذا المثال حنوضح لكم العمل بشكل واضح. المثال اذا نبدي به صفحه رقم 10 شو يقول؟ المثال يقول دبر حد الكوشن شباب بعض دي جوينت. قبل شوي انا وضحت what's mean of joint ربط. joint اي الاحتماليه الربط، وانا نزلها ب b of x i فايزه y j، ونقصد x i y j يعني العلاقه الربط ربط الاحتماليه بين المتغير x y بالمسلم والمتغير y j بالمسلم. هاي الاحتماليه شباب معطيني اياها بالمصفوفه الثانيه، هتشوفون عملنا كله بيكون عملية مصفوفة. المصفوفة مالتنا اسمها P of X join Y وتساوي. المصفوفة موجودة عندكم بالمحاضرة بالشكل 0.125.0625.0625. هاي المصفوفة الثانية بهذا الشكل P of X Y. أريدكم اليوم من هاي المصفوفة تركزون شو حنسوي. أول ملاحظة داخل هاي المصفوفة مكونة من صفوف وأعمدة. الصفوف هي المتغيرات X والأعمدة المتغيرات Y. أي أستنتج من هاي أنه لدي ثلاث متغيرات X1 X2 وبعد ولدي متغيرين بالمستلم واي واي شنو؟ اي لو حبيت انه نرسم الرسم الفاتحه شو بثلاث متغيرات بالارسال بمتغيرين بالمستلم. طيب شو هاي هناك؟ اول ملاحظه اليوم اول مطلوب رقم واحد
أريكم تلقون الـ D of X فارزة، D of Y فارزة، H of X فارزة، H of Y. هاي الرموز نسميها the probability of variable X, the probability of variable Y, entropy of X, entropy of Y. هنقول لك كل هاي المطالب الأربعة، وإلى أول مطالب نبغى نطلع أطلع من مصروف الجوي نبني دي خطوة رقم واحد. يقول لك الـ X هتطلع مصروف بس كم متغير ليها؟ برافو عليك جيت أحسن؟ لا شو العرفة؟ متغيرات. كيف نستطيع؟ يقول لك قانونك بسيط مع بعض قانون الـ V of X. لو حبيت تطلع الـ V of X I X I ونقصد X مثلا X1 X2 X3، يقول القانون هو عبارة عن جمع ال B of X I Y J join حيث J من واحد إلى N. يعني حضرتك تجمع على الصف ال B منه للمتغير X I. كيف؟ يعني أريد أحسب احتمالية X1 أروح على الصف مال X1 أجمع كله لكل الوقت. شو تطلع احتمالات X1؟ تريد احتمالات X2؟ X3؟ يقول لو بالتالي من خمسوني هتشعمل بي الجمع هتطلع لي الموضوع التالي. إذا B of X وتساوي عبارة عن مصفوفة تحتوي ثلاثة أرقام، وهي الأول حيكون احتمالية X1، الثاني احتمالية X2، الثالث احتمالية منو؟ X3. وتعالوا مين حنحسبها؟ هذه حجم أول صف. هاي المعادلة تقصد أنه حضرتك تجمع الصف للمتغير XI بعد صمشن إلما للجي. شنو يعني؟ يعني من أريد B X1 مش حسنوه حجم B of X1 Y 1 وراء B X1 Y 2 وراء B X1 Y 3 يعني ده مع الصف كله. هتشوفون الأستاذ محمد يدرسكم هاي المادة، تشوفون كأنه بدي يدرسكم مصفوفات، وهي الغاية اللي وجدت لها برامج المصفوفات. تذكرون درس برامج المصفوفات تجمع كل صف تجمع كل عامود، ما حد سأل نفسه ليش؟ ما حتشوفون ليش المصفوفات. إذا لما نجمع حجم الصف الأول 0.5 زائد 0.25 بنصير مجموع 0.75. الصف الثاني 0.125، الصف الثالث 0.125. شلون نتأكد اني نحن صح؟ جد احتمالية المتغيرات بالاكستاز المجموع مش قد اجمعوا. حلو هذا الموضوع، كل واحد يمشي خطوة تشيك ليست. هسه شو نريد؟ نريد الخطوة الثانية. شو الخطوة الثانية؟ B of YJ. الخطوة الثانية وهو مصفوفة الواي. حلو يا له ولا تزعل قانونها وهو سميشن الآي من واحد إلى N لل B of X I join YJ. بقى تريد الواي J؟ اسمع يعني تريد y1 اوكي اسمع x1 y1 x2 y1 x3 y1 ايش حتشوف نفسك؟ لا اسمع ايش كم متغير طلع عمود احسن تقصد هو الواي من الحضور غير هذا ايش كان؟ اذا معناها ايجاد مصفوفه الواي ايش حنسوي؟ على العمود الاول وتطلع لنا شباب دبر P of Y وتساوي قيمتين فقط، الأولى هتكون للـ Y1 والثانية تكون للـ للـ Y2. اجمعوا الأول 0.5 زائد 0 زائد 0.0625 يطلع 0.5625. اجمع الثاني 0.25 زائد 0.125 زائد 0.0625 هيطلع لك 0.4375. اجمع كل الاحتمالية مرة واحدة يطلع
إذا أول خطوة كانت تعلمنا شباب وهو وجدنا قانون إيجاد احتمالية الإكس ووجدنا قانون ثاني لإيجاد احتمالية المتغير مصفوفة مع صارت احتمالية مصفوفة احتمالية مصفوفة الإكس ومصفوفة الواي. لسه السؤال مطلوب البعض يريد الإنتروبي مع الإكس والإنتروبي مع الواي. مين تبي يقول لي شلون احسب الإنتروبي مع الإكس؟ ها؟ أنا شو القانون عند الإنتروب؟ أنا حرام طريق واحد. عندي بس؟ طيب حد الآن. قانون واحد ما عندي قانون. إذا خلينا نجي هنا. أكمل المحاضرة بالأسفل. اسمحوا لي أكبر. تبوا لي شباب. حنقول. أها حبلت منا at of x يساوي لي minus summation I من واحد إلى n n هو عدد متغيرات الـ x لل v of x i log base 2 b of x i مثل القانون تريد الانتروبي مال y اوكي نعيد y of h of y sorry البعدة تريد قانون الواي حتقول لك h of y وتساوي ناقص summation j من واحد الى m ل v of y j log بالاساس 2 ل v of y j. خلص اذا صار عندي قانونين استطيع بواسطة ان احسب الانتروبي المال وهي احتمال او الانتروبي للمتغيرات مالت الموجودة بالمرسل والموجودة بالمستمر. وقع عندي مجرد تطبق القانون وتطلع عندي احتمالات الـ H واحتمالات الـ Y. إذن حيطلع عندي H of X تساوي ناقص حتى قوس وعوض القيم من القيم اللي حصلتها يعني احتمالية الـ X وبالتالي حيصير القانون معدي 0.75 لوج الأساس 2 للـ 0.75 زائد 0.125 لوج الأساس 2 لل 0.125 زائدا 0.125 لوج الأساس 2 لل 0.125 سد القوس حتطلع لك احتمالات الـ H of X. أنا لسه ما حاطط عليكم حطلع لكم الـ H of X من المحاضرات. بنفس الحالة هنحسب الـ H of Y أو مرة الـ H of X. H of X وتساوي حسب ما موجود عندنا محاضرات 1.06127 طبعا وحدة وهي وحدة بت بير سامبل. نفس الحالة هنحسب الـ H of Y والـ H of Y هتطلع عندنا 0.69887 وأيضا بت بير سامبل. إذا أول مطلوب شباب بدمنا بسطة معادلتنا المعادلات الأولية من مصفوفة الجوين قدرنا أن نطلع مصفوفة احتمالية الإكس مصفوفة احتمالية الواي وطلعنا الانتروبي أوف إكس والانتروبي أوف واي. لحد الآن إحنا ما طلعنا شيء مشترك بيناتهم أحد عنده أشكال هنا إذن البروبلم المطلوب بعد ذكروا شباب حكم المصروفات الثلاثة اللي حصلتهم وهي مصفوفة الجوين مصفوفة الـ X مصفوفة الـ Y. كثير هذا خطأ لأنه كان يسجل قبل شوي زين هنبدي إن شاء الله. Joint Entropy. Find the Joint Entropy. يقصد بالـ Joint Entropy كسامبل H of X join Y. Good. شنو القانون؟ انت راح نقول شيء خلينا القانون وبعدين نقعد نحسب على المثال اللي عندنا. حنقول لك القانون مالتنا مال join entropy وهو H of X join Y ويساوي ناقص summation
دبل سبمشن. شو دبل سبمشن؟ P of XI varies at YJ move varies at joint P log base 2 B of XI YJ joint entropy شباب احنا هنا تكلمنا عن joint entropy يعني احتاج الجوين probability الجوين probability شباب مثل ما تلاحظوا اليوم بس فتاتوا عليه بيها متغيرات للاكس وبيها متغيرات للواي يعني انا الاستاذ لو طالب مني بي 1 2 اقول له بي 1 2 هو هذا فلهذا بنقدر نستبدل الانتروبي بهذه المصفوفه هذا عشان دبل سميشن يعني اجمع صفوف واعمده والدبل سميشن مره للاي من 1 الى ان ومرة للجي من 1 الى احسنتم لانه قلنا عدد المتغيرات بالمرسل والمستلم هو شرط يكون متساوي في هذا الموضوع وصدق احنا نسمي ثانيه ثلاث اجزاء في المروايات فيها اوكي هذا قانون تطبيقا يعني تعالوا على المصفوف عندكم متغير متغير 0.5 اول مره ناقص مره ويطلع الاتش اوف اتش جوين واي تساوي ناقص 0.5 لون اساس 2 للبوينت 5 زائد انتقل للوراء 0.25 لون اساس 2 للبوينت 25 وهكذا بس ايش حاطط بعد حيطلع لي ناقص مره ثانيه تجي جوي هذا اصبح لدينا قانون حساب الجوين وبالتالي h of x join y entropy of x join y احنا حاسبينها بالمحاضرات وتطلع القيمة 1.875 ولا ننسى الوحدة دي في الصفر أحد الأشكال؟ زين مطلوب الثالث المطلوب الثالث يقول شوي حقدم واخر بالمطالب بس لغايه ثلاثة شارك بقى شباب ذا ميتشوال انفورميشن ذا ميتشوال انفورميشن قبل ما اكمل شو معنى كلمة انفورميشن؟ لا معلومة يعني قصدي هو رمز شلون الكارنت شلون الفولتج اذا الانفورميشن يطلب مني احسب لها اي بس هاي الاي اللي يطلبها مو مثل الاي القديمه تصير اسمها متغير هاي الاي اسمها ميتشوال يريد مني احسب لها ميتشوال انفورميشن طبعا مثل ما نعرف الانفورميشن احنا نحسبها متغير مو للكل مو مثل الانتروبي تذكروا هي عندها كلمه اي واتش الاي مسمى متغير بس ايش مسمى كل المتغيرات فهنا الميتشوال انفورميشن مش عارف انك بيقول لك اذا تحسب الميتشوال انفورميشن بين يعني بين اكس 1 اند خلينا نقول واي ايش قد عندي انفورميشن بين اكس 1 واي 2 بعض ذكر الرمز بين اكس 1 واي 2 ايش قد انفورميشن عندي من اكس 2 واي 3 ايش قد انفورميشن حسب ما هو المطلوب من عندي بس الانفورميشن تقريبا طبعا من يقول انفورميشن بين x1 وy2 فاكو شيء تعودوه اني دائما احط لكم الرمز اي اطلب منكم اي x1 وy2 هذا الكلام كله فاين دائما شو انفورميشن بين x1 وy2 ممكن يكون كذا بس رمز زياده انفورميشن كيف تحسب الانفورميشن؟ هم نفس الحاله هذا كل القانون مال انفورميشن ونقول حضرتك لو عجبك ان تحسب الانفورميشن باي متغير واللي هو ما يغذى بالاي اوف اكس اي فانز واي جي متغير معين انت تحاول تحسب له الانفورميشن فهو القانون مالتنا
لوك اساس اثنين بي اوف اكس اي بانزا واي جي مقسومه على بي اوف اكس اي مضروبه بالبي اوف واي جي. بعدش حنعتاز حساب الاي لثلاث مصفوفات، ناخذ قيمه ثلاث مصفوفات، ناخذ قيمه مصفوفه الجوين، ناخذ قيمه مصفوفه الاكس، ناخذ قيمه مصفوفه الواي. النقطه دوت كونكتد، رجاء ركزوا يا شباب، اريد احسب مطلوب مني بالسؤال ار اوف اكس 1 واي 2 وهو اللوج الاساس 2 افتح قوس بي اكس 1 جوين واي 2 على احتماليه الاكس 1 مضروبه باحتماليه الواي. هذا القانون تطبيقه اذا الار اكس 1 واي 2 ركزوا رجاء اروح على المصفوفة فأقول له وتساوي لوج الأساس بي اكس 1 واي 2 باع المصفوفة اكس 1 واي 2 وهو القيمة 0.25 هاي اكس 1 واي 2 من اكس 1 إلى الواي 2. رجاء ننتبه العلاقة بين اكس 1 وواي 2 وهو 0.25 وهو نسميها بي اكس 1 واي 2 والقيمة 0.25. بعد بي اكس 1 اروح على مصفوفة الاكس 1 اقول له مصفوفة الاكس اول قيمة اكس 1 ثاني اكس 2 ثالث اكس 3 اذا بي اكس 1 0.75. شو طيب بعد بي واي 2 اروح على مصفوفة الواي واقول له من مصفوفة الواي انا عندي واي 1 واي 2 اذا القيمة احسنتم اذا وبالتالي صارت العملية عملية تعوير ويطلع القانون لوج الاساس 2 حطه باللون الاسود اول قيمه بي اكس 1 جوين واي 2 وقيمتها 0.25 بي اوف اكس 1 وقيمتها 0.75 مضروب في بي اوف واي 2 وهو قيمتها 0.4375. اذا الانفورميشن تحسب بقيمه واحده وقانون الانفورميشن مطلق. Is there a problem? No. إلا في الصفحة الثانية تعلمنا متغيرين معادلتين، المعادلة الأولى كانت معادلة الجوين انتروبي شفنا شلون طلعها، والجزء الثاني وهو حساب الانفورميشن ميتشوال انفورميشن وتعلمنا شلون نحسب ميتشوال انفورميشن المتغير المحدد. هسه أحد عنده سؤال؟ بعد ما اخذنا شباب شفنا من جوي قدرنا شلون نحصل على مصفوفه الاتش والواي ونصف الانتروبي مال الاتش والواي ونصف الانتروبي مال جوي، وايضا تعلمنا الكلمه الاخيره وهي كلمه الانفورميشن الميتشوال انفورميشن. هل نجي ناخذ اليوم كلمه جديده ويسوي كولبشن خمسه الكونديشن او كونديشنال كونديشنال بروبابيلتي و conditional entropy and entropy. حنرمز لل conditional probability بال V of X condition Y ونرمز لل entropy بال H of X condition هذا عنده سؤال؟ أحد عنده سؤال شباب؟